نعم. ازيك يا انكل؟ يعني مسيبني اخر حلقة في المسلسل عشان جاي تقول لي ازيك يا انكل. الله، مش حضرتك انكل شهير؟ ايوه انا انكل شهير، انت مين؟ وعندك بنوته كتكوته قطقوطه كده؟ هتكتب من اولها؟ انا ما عنديش كتكوته صغنونه، انا عندي فرخه عتقيه بنتي. عايز اقول لك ان بنت حضرتك معاها واحد جوه. انت جاي تهزر ولا ايه؟ لا لا انا مش بهزر، شهيره بنتك معاها واحد جوه في الاوضه. لا يبقى بتهزر. عارف لو انت طلعت كداب انا همحيك من على وش الدنيا، فاهم؟ فاهم. في ايه تاني؟ حاجه معاك اوريك. توريني ايه وانا مش عارف اقول لبنتي؟ معلش عامل حسابي، تعالى. وايه اللي معاك دي؟ هتحتاجها معانا برضو، تعالى. اعملي ايه هنا بس مش شهير؟ بابا. بابا ازاي؟ اهو. برافو عليك. برافو عليا؟ ايوه معاها واحد في الاوضه فعلا، انت مش كذاب. برافو برافو برافو. انت بتعمل ايه يا ابني هنا؟ حضرتك فاهم غلط، انا كابتن طيار منير الخطير وكنت جاي لصديقي شهير فلقيت الاخت قاعده، واضح ان في سوء تفاهم ساعتك يعني. يا بابا راسي. يا بابا اسمعني والنبي. شهيره في اوضتي على سريري. على سريري ايه حضرتك؟ دي بنتك مش مراتك. بص عليكي. اوعى. لا 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 بقول لك ايه، اهو قدامك اهو. هما بيتحركوا بسرعه ليه؟ اهدى حضرتك، الفضيحه ممكن تتدارى واللي اتكسر ممكن يتصلح. تقليل الادب، ما بتجيش ليه كده؟ اللي اتكسر ممكن يتصلح قبل ما تعصب واخد البندقيه. ممكن يتصلح وما يسيبش اي علامات؟ مش هيسيب اي علامات. خلاص امسك. يلا يا حبيبتي نامي، انا اسف. وانت يا ولد انت يلا ارجع مطرح ما جيت، وانا هنزل اكمل المسلسل النهارده اخر حلقه، هحكي لك بكره. مسلسل ايه حضرتك؟ هتبوظ الخطه. اقعد يا ابني. ربنا يا رب ما توريها الحق. ايه الهيصه دي؟ مش عارف. بالنعم صح. تعالى تعالى لا قوه الا بالله. شفتوا الزمن يا جدعان؟ البنت مخليه ابوها بره بيتفرج على التلفزيون وجايبه راجل في البيت. فضيحه فضيحه فضيحه. البلد كلها عرفت ان بنتك معاها واحد في الاوضه. ايوه بس مزودينها قوي. مزودينها؟ ايوه مكبرينها. ايه يعني بنتي معاها واحد في الاوضه يعملوا مظاهرات؟ ايه الراجل ده؟ راجل ايه؟ اقول لك حاجه، بدل ما يهاجموا عليا ويقتلونا الاول انا هغسل عاري بايدي واوريهم بتاعي. اوكي لا اكيد حضرتك في سوء تفاهم معاك بس فاهم. اخرس اخرس. اهدى يا انكل، تقتلهم ده حل مش عملي. امال ايه الحل العملي؟ الحل العملي ان احنا نجوزهم وندري على الفضيحه. لا 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 جواز ايه؟ انا ما فيهاش حيل، انا خلصت النهارده. اخرس. حاضر. انت عندك شقه؟ لا لا ساعتك عندي فيلا. ليه؟ برافو مش سهل. حظاظ بنتي دي محظوظه طول عمرها. بس في مشكله. ايه المشكله؟ عاوزين مأذون. عاوزين مأذون. السلام عليكم ورحمه الله. لا مش ممكن. لا 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 بقول لك بنت محظوظه بنتي دي عرفتها سهله سهله سهله. انا بقول عاوزين مأذون. مأذون ماشي صدفه عندنا في الشقه. يلا يلا اكتب كل البيانات يلا.